بتكلمني على، معلش مره تانية نرجع لي الجهاز ونرجع لي الماده اللي حضرتك ما تقولهاش وما تقولش اسمها، وانا بشكرك انه حضرتك مش عايز تقول لان الحاجات دي مش عايزين نروج ليها، ولكن احنا بنشرح للناس انه الجهاز الماده اللي فيه نتكلم على كميه قد ايه اللي عملت كل ده، اللي اصابت قرابه اكتر من 2800 وقتلت لحد دلوقتي حوالي 18 واحد. انا هكلم حضرتك من واقع برضو يحيى عياش. الماده دي كانت عباره عن 2 ل 3 جرام اللي ادت لانفجار الجمجمه اثناء استقباله للمكالمه الهاتفيه. اول ما التليفون رن الخط اتفتح اتحدد المكان انفجر التليفون. فبالتالي ودي ماده، خلي بال حضرتك زي ما بقول لسعادتك هي مش ماده ناشطه، يعني لو اتوقعت ما تنفجرش. عشان تنفجر ليها عوامل معينه بظروف معينه بطريقه معينه. ولو عدت بيها في مطارات او في اماكن زي كده من الصعب اكتشافها. واللي بكلم حضرتك عليه ده كان سنه 96. الله اعلم دلوقتي ايه الجديد. لا حضرتك بتقولي الماده دي ممكن تحطها في جهاز وتعدي من مطار ومن غير ما الاجهزه تكشفه؟ الا لو كانت اجهزه متطوره. يعني في اجهزه كتير ممكن كلام خطير الكلام ده، الحاجات دي الا لو كانت اجهزه متطوره. وبرجع بقول لحضرتك ده اللي كان موجود في 96. الكلام ده عدى عليه دلوقتي حضرتك فوق ال 25 سنه. نعم. فايه اللي تم اكتشافه حديثا هو ده اللي احنا بقى بنتكلم عليه. نعم. لما الخبر بدا يعني لانه اول خبر جه تفجير وحزب الله وتفجير اجهزه الاتصالات، ثم بدات المعلومات، ايه اللي جه في دماغك على طول؟ انه ده حصل الاعداد دي كلها معناها ملوش غير تفسير واحد، ان في دوله ورا الموضوع. ما ينفعش يبقى شخص وما ينفعش يبقى مجموعه من الافراد. ده عمل منظم، عمل ارهابي مقصود بيه تصرف معين ضد دوله معينه، تكلفته عاليه جدا على مجموعه من الافراد، او حتى لو كانت يعني مجموعه ارهابيه ده تكلفته عاليه جدا انه يعملها. وبالتالي انا قلت ده اكيد دوله ضد دولة، ما ينفعش حاجة أكتر أقل من كده. دولة. ما فيش غير إسرائيل، محدش ليه مصلحة غير إسرائيل. بص يا فندم، التكلفة عالية، الفنيات متطورة جدا، الأدوات متطورة وحديثة جدا، التزامن ما بين دول كتير في نفس الوقت، ده ما يقومش بيه غير جهات استخباراتية عارفة هي بتعمل إيه بالظبط. طب نقدر نقول مثلا من الـ 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 الحالات النادرة إنه في أجهزة ما تنفجرش، ولا طالما في المادة دي هتنفجر؟ لا طبعا، حتى الصواريخ زي ما حضرتك أكيد متابع الأحداث اللي بتحصل على طول في فلسطين، في صواريخ بتقع ما تنفجرش. في حالات ممكن ما تنفجرش، إن ده في الآخر تكنولوجيا فممكن حاجة تحصل. ولكن نسبة العطل قد إيه ممكن تكون ضئيلة بدليل الأعداد اللي إحنا بنسمع عنها. وبعدين برضه بيرجع لمين كان فاتح الجهاز ومين طافي الجهاز، ما هو لو الجهاز مطفي ممكن ما يبقاش فيه اتصال. فهي الفكرة كلها مين كان بيستخدم الجهاز في وقت إرسال الإشارة للتفجير. طيب هل البطارية بغض النظر انه اضفت ليها شحنة ولا ما اضفتش، هل البطارية لوحدها لو حصل هذا الاختراق تنفجر تعمل الاصابات دي ولا صعب؟ هتعمل، بس مش هتعمل وفيات، هتعمل اصابات، لان اي حاجة ده لو حاجة انفجرت في جيب حضرتك هتعمل اصابة وده في نزيف. فعشان كده ارجع واقول لحضرتك نوع الاصابة سطحية يبقى ممكن نقول ده انفجار لبطارية. لكن الإصابة خطيرة ده اللي يحددها بقى المعمل الجنائي والأجهزة اللي مسؤولة عن الموضوع ده، اللي تقول ده انفجار مادة متفجرة ولا ده انفجار بطارية ليثيوم. لا هي إصابات خطيرة طبعا وفي ضحايا. خطيرة يبقى أكيد تبقى مادة متفجرة، ما ينفعش يبقى بطارية تعمل الإصابات الخطيرة اللي حضرتك بتقول عليها. طيب ده بيدينا احنا، بيدينا أنا ويدي حضرتك ويدي السادة المشاهدين التعامل مع ناس ينبسطوا قوي يشتري اجهزه من بره، ينبسطوا ويقول لك جايب شاري الجهاز، يعمل ايه في الجهاز ده عشان يطمئن انه الجهاز ده يعني سليم وامن؟ مفيش حاجه حضرتك، انا بتكلم على المواطن العادي، مش بتكلم على واحد مستهدف، بتكلم على المواطن العادي اللي بيشتري جهاز اي جهاز يعني. مفيش حاجه اسمها جهاز سليم وامن، ومفيش حاجه اسمها جهاز لا يمكن اختراقه، ومفيش حاجه اسمها انا بشتري من بره افضل من هنا. الشركه اللي بتصنع بتعمل حاجه من اتنين، يا بتصنع فيرجن او اصدار يتماشى مع الانظمه بتاعه الدوله اللي رايح لها الجهاز ده، يا اما بتصنع اجهزه تتماشى مع دوله اخرى، يعني حسب الدوله اللي رايحه لها، زي انواع الموبايلات اللي بتشتغل اي سم وما بتشتغلش اي سم. ده فكره الاجهزه، لكن الاجهزه كلها تكاد تكون واحده طالما ان ما وراهاش اهداف لدوله ضد دوله اخرى.
فبتبقى في الحاله دي حاجات مصنعه بشكل خاص لتحقيق اهداف معينه.